بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الحديث السادس في باب الزهد. اللي هو باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. يعني فضل الفقر إلى الله. احنا قلنا الفقر ده محله ايه؟ محله القلب مش محله الجيب. الناس متصورة ان الفقر ده محله الجيب. جيبك فيه ايه؟ ما فيهوش حاجة تبقى فقير. لا، ده ممكن واحد يبقى ما عندوش حاجة، قلبه ده مليان غنى. لو توزع على قريه يكفيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الفقر والغنى اللي بيتكتب في كتب اهل التصوف واهل العلم يقصدوا بيه ايه؟ حاله القلب. مش حاله الجيب ولا الرصيد في البنك. ما يقصدش دي خالص. فهمت بقى؟ فلازم تفهم الحكايه دي. يعني انت ممكن انا وانت ما لهاش معانا رصيد، لكن اغنيه. انا قعدت سنين طويله من عمري كل ما املكه في جيبي. لا املك الا اللي في جيبي. قعدت سنين طويله جدا. يعني كل ما املك هو ده اللي في جيبي. يعني رحت مره صليت صلاه الجمعه في سيدنا الحسين، رجعت اتسرق اللي في جيبي. لقيت نفسي ما عنديش حاجه. رحت لامي استلفت منها. معيش حتى املى بنزين العربيه. يعني معنديش حتى رصيد اروح اجيب بالبنك، معنديش فيزا. وما اعرفش البنوك دي، ما كانش لي حساب في اي بنك. حسابي عند الله بس. لكن انا في وسط الناس من اغنى الناس، وعمرهم ما حسوا ان انا فقير، ولا حد اتعامل معايا، بل زمايلي لما يحصل ضيق يجي اليسر. ليه؟ لان الواحد انا غني في قلبي. فالغنى ده في قلبك مش في جيبك، خد بالك. تبقى غني بالايه؟ بانك انت منهمك في ربنا اقامك في ايه، مهتم بربنا اقامك في ايه، وحامد ربك. اي حاجه تاكلها، اي حاجه، واي حاجه عايزها بعدين كده، مش يوم دلوقتي. وبعدين دي ممكن تيجي بعد 10 سنين، مش مشكله. واخد بالك؟ مش مهم خالص، يعني مش مهم بكره ولا بعد. فاهم؟ وياما عملنا كده. يعني انا مرت بيا احوال مره، فكيت الراديو بتاع العربيه عشان ابيعه، لان البيت ما فيهوش ولا مليم. مع ان انا بقى معايا توكيلات، كل اخواتي بيشتغلوا في السعوديه وعندهم مئات الالوف في البنوك، ومعايا توكيلات. كنت ممكن اروح ايه اصرف من اي حساب اي واحد، واقول ابقى اسدد لهم بعدين. عمري ما فكرت. شفت قد ايه؟ فلازم الواحد يبقى غناه في قلبه، ولا يبص اللي في ايد حد، حتى لو اللي في ايد حد ده مديك مفتاح مالكش دعوه بيه، حتى لو كان اخوك، حتى لو امك، لو ابوك. فهمت ازاي؟ ادي معنى الغنى عند الصوفيه، انك انت يبقى غناك في قلبك مش في جيبك. واضح؟ درجة انا مرة في رمضان ما كانش معايا فلوس خالص، والبيت كله عندي 5 عيال، ونازل الصبح رايح المستشفى، بفكر طب انا هنجيب ايه بكرة؟ فلقيت اعلان في مسجد المستشفى، مسابقة حفظ القرآن الكريم، الجائزة الأولى 80 جنيه، 80 جنيه كان زمان يعني مثلا قول مثلا 3000 جنيه دلوقتي، حاجة مبلغ كبير. فقلت والله لا أدخل المسابقة. فروحت صليت الدور وقعدت بقى إيه؟ فاللي عاملين المسابقة دكتور اسمه إبراهيم الطوخي صديقي، دكتور هو اللي عاملها منظمها يعني جراح. فبيقول لي أنت جاي أسرة تمتحن معايا؟ قلت له لا، ده أنا جاي داخل المسابقة. طبعا ما قلتلوش انا داخل المسابقه عشان فلوس. هو ما يعرفش ده. لا، ده انا اللي بعلمه الجراحه. ابراهيم ده انا كنت انا اللي بعلمه الجراحه. هو اكبر مني بس انا اللي بعلمه الجراحه. يعني انا كنت اكفأ منه يعني. من حيث العلم والتكنيك.
فطبعا هو مش متصور ابدا ان انا اصلا الجيم ما فيهوش ولا مليم، واخد بالك؟ وانا محدش يعرف، ولا حتى مراتي كانت تعرف يعني، بقى نازل برضه حتى زوجتي ما تعرفش. المهم فقلت له لا ده انا جاي امتحن. قال لي خلاص، طب في دكتور حسن، دكتور بطنه كان اسمه حسن البنا، دفعتي برضه، ايه هيجي يمتحن معانا، استنى اما يجي. لقيت بقى راجل كده بسيط غلبان جاي ايه من المسجد اللي جنب المستشفى عايز يدخل المسابقه، زار غلبان زي عايز فلوس. فروحنا دخلنا المسابقه، هم ايه يسالوا، انا جاوب والراجل يجاوب، انا جاوب والراجل يجاوب، طلعت انا الاول، طلع هو الثاني. فقاموا ادونا انا الفلوس، الراجل صعب عليا اديته نصهم، قال لي ماشي. بس يعني انا بقول لك ايه، لكن ايه، عمري ما حسيت ان انا فقير، والله عمري. لان الفقر مش معناه ان انا معيش فلوس، على فكره الفقر انك انت تكون محتاج الناس وحاطط امل في الناس، هو ده الفقر الحقيقي. انما عمرك ما تحس انك انت فقير علشان معكش فلوس، اياك تظن دي. لا، ياما ناس معاها ارصده وافقر من اللي معهوش فلوس. ليه؟ لانه خايف على رصيده، خايف مش عارف، وعايز تاني وما بيشبعش. فناخد بالك من الحكايه دي. عشان كده ما يقول لك وفضل الفقر، يقول لك ايه يا عم كتب الصوفيه دي اللي بتفضل الفقر يا عم، احنا لا احنا عايزين الغنى. ايوه، ما احنا بنحب الفقر لله والغنى بالله، لكن انت خايف من الفقر من الدنيا. يبقى انت مش فاهم بقى، دول اكابر، دول الناس الاكابر اللي فهموا الدنيا على حقيقتها. يا الله يا الله. علشان كده الامام الشافعي كان يقول ايه، علمت ان القناعه راس الغنى فصرت بازيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. والله الحمد لله انا كنت احس ان انا البيت ده بيوصفني بتاع الامام الشافعي، طول عمري ماشي قدام عيلتي حتى بحال يسر، ده اغنى واحد، وتدور على جيبه ما فيهوش حاجه. ليه؟ لان عمري ما بينت ان انا لاي حد في العيله، ولو كانت حتى امي. بعد وفاه ابويا انا كنت ابين لابويا بس، كنت اروح لابويا اقول له انا عايز فلوس، العربيه بايظه مش عارف. بعد ما مات سنه 85 ما بينتش فقري لحد ابدا، الا لابويا لحد ما مات. لانه ليه بقى؟ لان انا شرطت عليه، هو جوزني بدري، قلت له انا معيش فلوس هتجوزني وبعدين اجيب عيال اصرف منين؟ قال لي خلاص انت تشتغل عريس وانا هصرف، مالكش دعوه. والله اللي حصل، ففضل يصرف عليا من اول ما جوزني لحد ما ايه خلصت الماجستير الجراحه وهو بيصرف عليا. فبعدين بعد كده ايه مات. انت كده صدرتني وموت، طب انا هعمل ايه؟ لا ساعتها ما بقتش العريس بقى عندي اربع عيال، يعني لما مات كان عندي اربع عيال. فالمهم يعني انا قصدي ايه، انك انت عمرك ما تبين فقرك لحد، خلي بينك وبين ربك، هو ده الغنى بقى الحقيقي. دي سنه نبويه على فكره، دي سنه نبويه، النبي كان كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يعني خارج مره ماشي وقابله سيدنا ابو بكر في وقت غريب ما حدش بيمشي فيه، وقت عز الظهر الشمس طالعه، والشمس هناك ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يقدر يخرج وقت يعني بعد صلاه الظهر الى العصر، دي تلاقي الشارع فاضي. فلقى سيدنا رسول الله ماشي وابو بكر ماشي، ايه اللي خرجك يا رسول الله في الوقت ده؟ قال الجوع. لا ابو بكر ما يعرفش. طب النبي ما يقولش لعثمان، ده عثمان ده من كبار الاغنياء وده جوز بنته. ده جوز بنته يا عم، ده كان يجيب له جمالين محملين من اغنى، وجوز بنته والنبي بالنسبه لسيدنا عثمان ده اغلى من روحه. ده دليل انه كان يخفي حاله عن اقرب الناس اليه. وبعدين راحوا لابن التيهان، انتوا عارفين الحديث في البخاري، وسيدنا ابو بكر طلع رخر ايه؟ معهوش حاجه، لان سيدنا ابو بكر كان كل حاجه تجيله يديها للنبي كلها، والنبي ياخدها يديها يتصدق بيها، ففي الاخر ايه؟ ضاعت منهم يعني هما. وعلشان كده ايه خرجوا كانوا جعانين ما يبينوش حالهم لحد. هي السنه كده، انك انت تبين حالك لربك بس، هو اللي يبقى مطلع. يبقى اما تقرا فضل الفقر، واخد بالك، يجي واحد بقى مش فاهم من اهل الدنيا يقول لك لا الكتب دي غلط، دي بتدل الناس على التكاسل وعلى التهاون، ويبقى مش فاهم خالص، دي غباوه.
لأن فضل الفقر إيه؟ إلى الله. لأن الفقر ليس محل خلو الجيب، ولكن محل الفقر إيه؟ خلو إيه؟ خلو القلب من إيه؟ من الغنى، من الغنى بالله. يبقى إيه؟ لو أنت يعني إذا افتقرت إلى الله أغناك. فالنبي كان أفقر الخلق إلى الله وأغنى الخلق بالله. لكن لو افتقرت بالذهب ذهب، لو افتقرت للفضة انفضت، افتقرت للدينار دين ونار. فهمت؟ فربنا ينجينا. يبقى الفقر ليس خلو الجيب، ولكن خلو القلب من الاعتماد على الله، هو ده الفقر. فهمت بقى ازاي؟ والغنى ليس هي كثرة الأرصدة، ولكن امتلاء القلب بالثقة في الله. فهمت بقى ازاي؟ يعني ايه اللي خلانا فضفض لكم النهارده؟ مش عارف، قلة النوم بتخليني ساعات اعمل كده. وعنه قال، المهم الحديث السادس، وعنه اللي هو سيدنا ايه انس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم الناس بأهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة. يعني واحد عايش مؤمن بس عايش طول عمره فقير، مش لاقي إلا ده مسكين، وعايش في أمراض، وعايش في أو إيه في عناء، وعايش في وفقد أهله وأحبابه، وكل ما يروح يشتغل وظيفة ما يلاقيش، وكل ما يروح يشتري حاجة فرحان بيها تتسرق منه، وكل يعني عايش طول عمره كده متلطم. لكن صابر يدخل الجنة. اول ما يدخل الجنه بس يشم ريح، انت شفت بؤس قط يا حبيبي؟ لا والله انا ما شفتش حاجه خالص. تنسيه، يعني نعيم الجنه لحظه منه تنسيه كل بؤس ايه عمره كله اللي شافه. والتاني اللي تعاش منعم ده كله طول عمره بس كان كافر، يتغمس بس شفت حاجه حلوه؟ لا ما شفتش حاجه خالص حلوه خالص، ينسى كل حاجه. فربنا ينجينا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يعني مجرد بس يدخل كده بس، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن الشداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط أنت إيدك في البحر كده ويرجع، إيه اللي إيه خدت إيه منها؟ أو بالظبط الدنيا كده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، يعني حواليه، فمر بجدي أسك ميت. أسك يعني عنده عيب خلق، يعني اتولد ودانه إيه مش موجودة، هذه معنى إيه جدي أسك. في جدي وفي عناق. الجدي اللي هو إيه؟ ذكر المعز، ذكر ما هو إيه ابن المعز، إذا كان ذكر نقول عليه جدي، وإذا كان أنثى نسميه عناق. كويس. فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف هو ميت؟ ده لو كان عايش مش هنغلو لأنه معيب، فما بالك هو ميت. فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد. طب نقف هنا،
لأن الحديث ده هيحتاج شرح. نقرأ شرح اللي قرأناه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الظرف بعده. والفاعل إما الله تعالى لأنه الموجد للجميع، يعني يؤتى بأنعم. مين اللي بيؤتيه؟ هل ربنا ولا الملائكة؟ ممكن يبقى يؤتى إيه بالزبانين، وممكن يؤتى قهرا بالإيه بالله سبحانه وتعالى مباشرة بغير وسائط، تحتمل وتحتمل. ونائب الفاعل الظرف بعده، والفاعل إما الله لأنه الموجد للجميع، وإما الملائكة لأنهم المنتصبون في ذلك بأمره، بأن عام أهل الدنيا أي بأكثرهم نعمة فيها من لذات الدنيا وزهراتها من أهل النار في محل الحال نائب الفاعل. يعني مثلا فرعون ده اللي هو فرعون سيدنا موسى يقول لك عاش سنين طويلة إلى أن مات لم يصب بصداع قط، يعني ربنا ما أمرضوش خالص، ما شافش المرض ده، درجة قال لهم أنا ربكم الأعلى، اتجنن الراجل وكمان من العافية وإيه اتجنن، حس إن هو أقوى من كل جيله، ولا حتى زكام ولا يعطس. إيه ده الروبوت ده؟ حاجة ده الروبوت بيحتاج برضه كل شوية تعمل له تشحنه بتاع. فأحيانا وعاش بقى فرعون بقى الأنهار تجري من تحتي، يعني مفيش أنعم من كده، مثلا يغمس في النار يبقى كأن ده يفكرك بمين؟ بفرعون وأمثاله. والنمروز اللي هو ملك الدنيا، النمروز ده يقول لك ملك الدنيا كلها، تصور بقى الدنيا في زمانه، يعني دنيا زمانه، دنيا زمانه ليك زي ما نستدعيش. فالمهم بأنعم أهل الدنيا أي بأكثرهم نعمة فيها من لذات الدنيا وزهراتها من أهل النار في محل الحال نائب الفعل. وفي إيماء إلى أن من أنعم الله عليه في الدنيا بالنعم في ظاهره من أهل الإيمان وصالح العمل، ليس كذلك. يبقى بيقصد هنا بأنعم أهل الدنيا من إيه؟ من أهل الكفر. يوم القيامة ظرف للفعل أي بعد فصل القضاء والحكم بين العباد، فيصبغ أي يغمس في النار صبغة بفتح الصاد أي غمسة، ولعل التنوين فيه للتخليص صبغة يعني، فيكون أبلغ في التعقيب بالنسبة للإتيان كذلك هنا. وفي قرينة ثم لعل الإتيان بها إيماء إلى أنه يهان بإهماله كذلك مدة، ثم فيصبغ في النار ثم يقال له بعدها تبكيتا والقائل إن كان خزن جهنم فالأمر ظهر، وإن كان الحق سبحانه بلا واسطة فلا دلالة فيه على شرف لهم، لأن خطابه تعالى لهم على سبيل الإهانة والإذلال. ثم رأيت حديث النساء مصرحا بالشق الثاني، إنه خطاب مباشر من الله له، لكن خطاب إهانة. أمال إيه لا يكلمهم الله؟ يعني لا يكلمهم الله كلام فيه بشارة، فهمت بقى؟ هل مر بك نعيم قط بفتح القاف وتجديد الطاء المهملة ظرف للزمان الماضي؟ فيقول عقب السؤال بلا تراخٍ كما تؤذن به الفاء: لا والله. الجواب مقدر بعد لا، أغنى عن التصريح به دلالة ما قبله عليه. والقسم بعد لتأكيد نفي ذلك، وكأن ذلك منه لغلبة العذاب عليه حتى يذهل عما مضى له في الدنيا من النعيم فيقول ذلك، وإلا فالآخرة لا يقع فيها الكذب من أحد. ويحتمل أنهم عدوا، شوف الآخرة لا يقع فيها الكذب من أحد، ثم رب يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم في الآية: لا والله ما كنا مشركين. يقول لا إيه انظر كيف كذب، يعني أخطأ كذبوا هنا بمعنى أخطأ، لأنهم مش هيحلفوا كذب في الآخر، فهم؟ هم ظنوا إن التجلي هو المتجلي، فعبد الله في التجلي، فعبد الماء لانه شاف الماء اصل الحياه، شاف الايه الجمال ايه هو اللي بيخرج منه الميه ويختلط مع الماء يخرج النبات، وبالتالي لو مفيش جمال مفيش استقرار، يبقى الاستقرار كله والدوام كله في الجمال، فعبدوا الجمال وخدوا منه شويه ايه نماذج عملوا اصنام يعبدوها، والتانيين شافوا النار قاهره تحرق كله مفيش اقوى منها، فعبدوا ايه تجلي القهر في النار، فافتكروها هي القهار، فهمت ازاي؟ فهم عبدوا التجلي ولم يعبدوا المتجلي،
فهمت بقى ازاي؟ عشان كده قالوا والله ما كنا مشركين، ده احنا عبدنا مظاهر تجليك في الاشياء، ظننا انها هي انت وهي ليست انت بل هي منك. فهمت ازاي؟ فهم حلفوا على هذا. فهم؟ فربنا يقول انظر كيف كذبوا على انفسهم، يعني اخطاوا. زي كذب سعد يعني اخطأ سعد. يبقى ما فيش حاجه اسمها حلف كذب في الاخره. الاخره خلاص الكل صادق. لا هيحلف يروح فين؟ ما بان له كل الحقائق. فهمت بقى؟ لا والله الجواب مقدر، أغنى عن التصريف دلالة ما قبله، والقسم بعد التأكيد نفذ، وكأن ذلك منه لغلبة العذاب عليه حتى يزل عما مضى من نعيم الدنيا، وإلا فالآخرة لا يقع فيها الكذب من أحد. ويحتمل أنهم عدوا جميع ما ذقوه من النعيم في جنب ما أصابهم من أقل العذاب كالعدم، فصيروه في حكم المعلوم فقالوا ذلك. يعني هو اللي بيقول لا والله لم أذكر، لأنه هو صادق في إيه؟ في حاله، لأنه مجرد شاف العذاب ده نسي كل اللي فات، فهو بيحلف بواقع نفسه مش بنفس الأمر. بيحلف بإيه؟ بيقول لك في حاجة اسمها إيه؟ نفس الأمر، وفي حاجة اسمها الواقع. الواقع ونفس الأمر يختلفان. الواقع ونفس الأمر، الواقع إنك أنت مثلا إيه؟ تقول حطيت إيدك في جيبك مثلا ما لقيتش فلوس، وبعدين جالك واحد يشحت قلت له لا والله معيش فلوس يا ابني ربنا يسهلك، بعد ما مشي وحلفت أهو حطيت إيدك في جيبك جواني لقيت 1000 جنيه، بس انا ما كنتش اعرف ان الجيب ده فيه 1000 جنيه، لما حلفت للراجل انا ما كنتش كداب. لكن ايه؟ يبقى انا ايه؟ لما حلفت كنت بحلف بالواقع. في نفس الامر انا معايا فلوس. يقوم ربنا هيحاسبني على ايه؟ على الواقع مش على نفس الامر. يحاسبني على الواقع مش على نفس الامر، فهمت بقى ازاي؟ يبقى في فرق بين الواقع ونفس الامر. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اذا غم ايه عليكم الهلال فأتم عدته ايه 30. طب ما ممكن يكون الهلال موجود بس السحاب مش شايفينه، يبقى يكون الهلال موجود في الواقع لكن احنا متعبدين بايه في نفس الامر، لكن احنا متعبدين بالواقع. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في فرق بين الواقع ونفس الامر. فهمت بقى ازاي؟ هنا برضو لما حلف قال والله ايه ما ذقت نعيم قط، وهو كان منعم في الدنيا. هو انا بيتكلم مش على نفس الامر، ده بيتكلم على الواقع. هو لما شاف العذاب نسي كل اللي حصل له، يبقى هو ايه صادق برضه في حق قسم، بالرغم ان هو نعم بس صادق في قسمه. ليه؟ لان ايه العذاب اللي شافه نسى كل حاجه فبقى ناسي. واضح؟ زي ما تجيب الميه مثلا، الميه في 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 في, في, في الواقع تطفئ النار، وفي نفس الامر نار، لان الميه عباره عن اكسجين وهيدروجين. الهيدروجين مشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال. فازاي بقى حاجه بتشتعل وحاجه تساعد على الاشتعال حطيتهم مع بعض تبقى نار؟ صح ولا لا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ولف بينهما فجعلهم يطفئوا النار. فانا في الحاله دي لو انا راجل كيميائي وببص الحكايه في ايه في نفس الامر، مش هستعمل الميه في اطفاء النار. صح ولا لا؟ لانه هيقول ازاي بقى انت مجنون تجيب اكسجين وهيدروجين وتطفي بيها النار؟ ده انت بتجيب نار تطفي بيها نار. وعشان كده ربك يقول البحر المسجور، يبقى بيكلمنا في البحر المسجور بنفس الامر. فهمت بقى ازاي؟ وهو في الواقع ميه تطفي النار، لكن هو في نفس الامر مسجور. لو نظرت اليه بعين نفس الامر وجدته نار، اذا نظرت اليه في الواقع وجدته ايماء. شفت بقى المساله؟ فايه فربنا بيتعبدنا بايه؟ بالواقع مش بنفس ايه مش بنفس الامر. فهنا برضو نفس الحكايه، لما حلف بيحلف بالواقع لا يقصد نفس الامر. هو نفس الامر انه اتنعم في الدنيا، لكن هنا بيحلف بيقول والله ما اتنعمت ابدا، يبقى ما كدبش. ليه؟ لان الانسان بيتكلم على ايه؟ على الواقع وليس نفس الامر. واضح؟
وقوله يا ربي بحذف الياء اكتفاء بدلالة الكسر عليها أتى به للتعطف والترحم، ويؤتى بأشد الناس بؤسا بالهمز. هنا بأشد الناس المؤمنين يعني بؤسا في دنياه وهو مؤمن. ليه؟ لأنه قال إنه قالت له الجنة، فعرفنا أننا الوصفه أنه مؤمن، لأن الجنة لا يقول إلي إلا مؤمن، مش كده برضو؟ ويؤتى بأشد الناس بؤسا بالهمز أي شدة، قاله المصنف قال في المصباح، ويجوز التخفيف أي لغة في الدنيا، يحتمل أن يكون ظرفا مستقرا صفة لبؤس، وأن يكون لغوا متعلقا به. وقول من أهل الجنة في محل النصب بيان لأشد، وهو المؤمن ولو عاصيا. ليه ولو عاصي؟ لأن العاصي يقول برضو إلى الجنة في الآخر، فيصبغ أي يغمس صبغة في الجنة. وسمى ما ذكر صبغة لظهور أثر، وعليهم ظهور أثر المصبوغ. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قول فيصبغ إلى آخر ثابت في صحيح مسلم ساقط فيما وقفت عليه من نسخ الرياض، ولعله من قلم الناسخ سهوا، ولعل حكمة تقديم شأن أهل النار لكونهم من باب الإنذار، وهو كالتخلية على ما يتعلق بأهل الجنة الذي هو من باب البشارة لكونه كالتحلية بالمهملة. والظاهر أن تقديم المفعول المطلق هنا على نائب الفاعل وتأخيره ثمة للتفنن في التعبير، فيقال له أي عقب إذاقته لأول ما يلقى من النعيم الذي هو جزء يسير مما أعد له من النعيم، كما تؤذن الفاء والمبادرة بذلك للتشريف. هل رأيت أي وجدت بؤسا أي شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يحتمل أن يكون بمعنى ما قبله، وكرر تأكيدا وإطنابا لزيادة التذكير بالنعمة التي آل إليه أمرها حتى هان عليه ما لقاه في الدنيا في جانبها، يقال ما يأتي. ويحتمل ألا يكون كذلك بأن المسؤول عنه أولا ما وجد مشقته وشدته، وثانيا ما نزل به مما لم يكن كذلك لما عرضه من خفي لطف إلهي، فيقول لا والله. وصرح بالمحذوف بعد لا النفي الدال عليه سياق الكلام بقوله ما مر بي بؤس أي شدة قط، ولا رأيت شدة من قط، لأن المقام للإطلاب شكرا لما أبيح من تلك المنة التي يقصر عن بيان أدناها البيان. رواه مسلم في التوبة من صحيحه، وكذا رواه النسائي في الجهاد من سننه، كذا قال الحافظ المزي في الأطراف، وتعقبه الحافظ ابن حجر في النكت الذراف عليه بأنهما حديثان، وكان عليهما إفرادهما، وذلك بين من سياقهما. ولفظ حديث مسلم عن يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ما ذكر، ولفظ حديث النسائي عن بهز عن حماد يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلتك؟ فيقول ربي خير منزل. فيقول عز وجل سل وتمنى، فيقول أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول تبارك وتعالى يا ابن آدم كيف منزلك الحديث. فأذان حديثان مختلفان في السياق والمعنى، وإن اتحد إسنادهما، وقد أخرج الثاني الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم انتهى. وعن المستورد هو بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الفوقية وكسر الراء آخره ده المهملة، ابن شداد بفتح المعجمة وتشديد المهملة الأولى، ابن عمرو بن حنبل ابن الأحب ابن حبيب ابن عمرو بن شبان ابن محارب ابن فهر القرشي الفهري رضي الله عنه، وأمه دعد بنت جابر ابن حنبل ابن الأحب أخت كرز ابن جابر. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما قاله الواقدي، وقال عنه وقال غيره إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سماعا وأتقنه. سكن ده الكلام ده عن المستورد ده ابن شداد، سكن الكوفة ثم مصر، روى عنه أهل الكوفة وأهل مصر كذا في أسد الغاب. قال ابن الجوزي روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أحاديث. قال البرقي في هذه 7 التي جاءت عنه منها 4 لأهل مصر وحديثان لأهل الكوفة وحديث لأهل الشام باعتبار الرواية عنه يعني انتهى. عنه روى مسلم هذا الحديث وأخرج عنه حديثا آخر ولم يروي له البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا أي ما مثلها أو نعمها أو زمنها في الآخرة أي في جانبي أو بالنظر إلي إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه
قال في المصباح فيه 10 لغات، الإصبع ده فيه 10 لغات، تثليث الهمزة مع تثليث الموحدة، يعني إصبع وأصبع وأصبع، وبعدين تيجي بقى إيه مع إيه مع فتح الهمزة، تيجي في البيت تخليها مرة مرفوعة ومرة إيه مكسورة مرة منصوبة، وتيجي بعد ما تكسر همزة إصبع تيجي في البيت تخليها إيه 3 مرات رفع إيه كسر فتح، وبعدين تروح إيه ضامم الهمزة إصبع، وبعدين تيجي في البيت مرة تضمها مرة تكسرها مرة تفتحها، تطلع 9 احتمالات. فهمت بقى إزاي؟ والعشرة أسبوع يبقى ليها 10 لغات. فهمت بقى؟ يعني الصباع ده شغلانة طلع، الصباع مش سهل. قال في المصباح فيه 10 لغات، تثليث الهمزة مع تثليث الموحدة، والعاشرة أسبوع كعصفور، والمشهور من لغتها كسر الهمزة وإصبع، ده المشهور يعني، لكن ممكن تقول أصبع تمشي برضه، أصبع أصبع ماشي، المهم في الآخر يطلع إيه؟ صباع وخلص. وهي التي ارتضاها الفصحاء، وقد نظمتها بقولي وفي أصبع 10 بتثليث همزة وباء له، والعاشر أسبوع فاعلمي في اليم، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم بفتح التحتية وتشديد ميم البحر يعني، فلينظر أي أحدكم بما أصله، بما حذفت الألف أي بأي شيء، بما يرجع بالتحتية والضمير راجع لأحد، أي بما يرجع أحدكم إصبعه لا لأصبع لأنها مؤنثة، هي قال بما ترجع ولا بما يرجع؟ فهل هل أصبع دي أصلا مؤنثة ولا مذكرة؟ خناقة بقى، خناقة كبيرة، واخد بالك ازاي؟ وفي الاخر بيقول لك ايه؟ يجوز الاثنين بعد ما يتخانقوا. طب ما احنا ما تتخانقش يا عم، قول لي يجوز من الاول، لكن لازم يتخانقوا الاول. بتوع اللغه دول صعبين مش سهلين. يرجع بالتحتيه والضمير راجع لاحد، اي بما يرجع احدكم اصبعه لا لاصبع لانها مؤنثه كما في المصباح. ثم قال وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الاصبع، وقال الصغاني يذكر ويؤنث، خلاص ما تتخانقوش، والغالب التأنيث ما تزعلش. قال في المفاتيح يجوز في مثل أن يقرأ بالرفع والفتح، يعني يقول لك إيه مثل ما يجعل ولا مثل ما يجعل، يجوز فيها الرفع بقى إيه والفتح، على أنه مبني لأن ما في ما يجعل مصدرية، يعني نسبة ما ذكر من نعيم الدنيا وزمنها إلى نعيم الآخرة، الآخر ليس إلا مثل نسبة الماء اللاصق بإصبع أحدكم إذا غرسها في اليم أي البحر، رواه مسلم في صفة الدنيا والآخرة من صحيح، ورواه الترمذي في الزهد، وقال حسن صحيح، ورواه النسائي في الزهد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض طرق العالية كما في صحيح مسلم، وحذفه المصنف اختصارا لعدم تعلق غرض. قال في المصباح يذكر ويؤنث اللي هو السوق يعني، وقال أبو إسحاق في السوق التي يباع فيها مؤنثة وهو أفصح وأوضح، وتصغيرها سويقة، والتذكير خطأ لأنه قيل بسوق النافقة ولم يقل بسوق النافق بغيرها انتهى. سميت بذلك بقى ليه؟ ليه سموا السوق سوق؟ لسوق الناس بضائعهم إليه، أو لأنهم يقومون فيها على سوقهم تملي بيبيعهم مواقفين، أو لتساقك السوق فيها من الازدحام، الناس رجليها بتخبط في بعض من الزحمة، والناس كنفيه جملة في محل الحال من ضمير مرة، وفي شرح مسلم للمصنف قوله والناس كنفيه، وفي بعض نسخ كنفتيه، معنى الأول جانبه والثاني جانبيه انت، ولم يظهر وجه تفسير ما حذفت التاء منه بالمفرد وما أثبت فيه تاء بالمثنى، وفي النهاية أنهما كذلك بمعنى والله أعلم. وفي المصباح الكنف بفتحتين الجانب وجمع أكناف كسبب وأسباب، فمر بجدي هو ولد المعز كذا في المفاتيح، وفي المصباح قال ابن الأنباري هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق، وقيده بعضهم في السنة الأولى كمان، الجدي ده يبقى إيه عنده سنة أولى بس، والجمع أجد
وأجداء كدلو وأدلاء وأدل. عندي هنا حطيت لي أدل، أنت عندك أدل؟ في بعض النسخ مش مكتوبة فيها الثالثة دي. كدلو وأدل وأدلاء. والجدي بالكسر لغة رديئة، ودي لغة المصريين. لغة رديئة يعني إيه؟ يعني مش فصيحة يعني. إحنا مصريين يقول لك جدي، مش كده برضه؟ بيكسرها كده. لكن الفصيح جدي. لكن ماشي برضه، لكن المهم لغة مذكورة وخلاص. أسك أي صغير الأذن من السك بفتحتين، عشان كده لما واحد يضربه على 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 أذن يقول لك إيه؟ سكني على أذن. سكني يعني إيه؟ كان يدخلها جوه تختفي من كتر ما ضربها، يعني كان إنها تتقطع يعني. يبقى أسك يعني إيه؟ يعني صغير الأذن من السك بفتحتين وهو صغيرها، كذا في المفاتيح، ويأتي مثله في الأصل. وقال العاقولي الأسك مصطلم الأذنين مقطعهما ميت. فتناوله فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس. يعني أنت لما تمسك نجاسة جافة بإيد جافة ما تنتقلش النجاسة، نجاسة جافة وإيدي جافة لا تنتقل النجاسة إلا بوجود رطوبة. واضح؟ يبقى كان جاف وإيد النبي جافة، عشان كده مسكه فلم تتنجس اليد الشريفة. فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس. فأخذ بأذنه، كان الأخذ بها لمزيد الحقارة. يعني كأن النبي مسكه من الحتة المعيبة اللي فيه، عشان كمان إيه؟ يبين العيب اللي فيه حتى لو عايش، وهم شايفينه ميت صلى الله عليه وسلم. ثم والأذن بضمتين، ويجوز تخفيفها بتسكين الثانية. الأذن وأذن، والقرآن قرئ بها في المتواتر أذن خير وأذن خير، يعني قراءة نفع أذن خير. ثم قال كان الإتيان بثم لبيان أنه عرض بين الأخذ والتكلم ما تأخر بسبب التكلم. يعني حصل ايه؟ في فترة زمنية بين النبي مسكه وبين المتكلم، عشان كده عبر عنها بثم. ويحتمل ان تكون استعيرت في موضع الفاء وعدل اليها تفننا ودفعا لثقل التكرار في الجملة. اصل ايه؟ الفتنا وله فاخذ باذن، شو هنا فاء وهنا فاء، ما دراش ايه؟ ما دراش يقول ايه؟ فقال، عشان تبقى ثلاث فئات ورا بعض. فقال ثم علشان ايه؟ ينوع العبارة، وإلا هيفقفقك بقى يعني ودنك هتتفقفق. أيكم يحب أن هذه له بدرهم؟ أحد الظرفين في محل الخبر والآخر في محل الحال، والأولى إعراب والأولى إعراب الأول خبرا والثاني حالا كما يوم إليه ما بعد. قال العقولي هو استفهام إرشاد وتنبيه ليلقوا السمع لما يوجهوا إليه من الخطاب الخطير في ضمن التمثيل بهذا المعنى الحقير. فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، أي من الأشياء التي هي أقل من الدرهم فضلا عنه، وما نصنع به وهو نجس لموته قد انقطعت الأطماع بذلك عن الانتفاع به. قال تأكيدا للمقام تحبون أتحبون أنه لكم أي من غير شيء؟ قالوا والله لو كان حيا ما كان عيبا، يعني يقصد معيبا، لكن ايه؟ خلى ايه؟ مبالغة انه بقى هو عين العيب، بدل ما يقول معيب قال عيبا، يعني دي ايه؟ دي مبالغة، اي معيبا او ذا عيب. ويجوز ابقاءه على ظاهره من غير تأويل ولا تقدير، ويكون في الجملة مبالغة انه لكمال قيام العيب به ولصوقه صار كأنه عيب. وحذفت اللام من جملة لو حملا على جواب ان، كما اثبتت اللام في جواب ان حملا على جواب لو في قولهم والا لكان كذا، او لو كان حيا لترك مع رجاء الانتفاع به لكونه معيبا. قول انه اسك تفسير لعيب، فكيف وهو ميت لا ينتفع به؟ فقال والله لا الدنيا بفتح اللام صدر بها جملة جواب القسم المركبة من مبتدأ وهو الدنيا وخبر، وهو قوله أهون على الله من هذا عليكم،
واهون افعل. ما هو لو لم تكن بهذه الصوره ما سقى منها الكافر شجره شربة تمام. واهون افعل من الهون بضم الهاء وسكون الواو. وقال في المصباح: هان يهون هونا بالضم وهوانا ذل وحقر. وفي التنزيل: أيمسكوا على هون. قال أبو زيد والكلابيون يقولون على هوان ولم يعرفوا الهون، وفي مهانة أي ذل وضعف انتهى. والمعنى أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من هذا عندكم. فعلى بمعنى عند، أهون على الله يعني عند الله، على هنا بمعنى إيه عند. قال في المصباح: تأتي على بمعنى عند. قال الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ضمؤها. غدت من عليه يعني إيه؟ يعني عنده، من عنده. غدت من عنده بعدما تم ضمؤها. قال الأصمعي: معناه من عنده. ثم قال العلماء: الأنبياء والأصفياء والكتب الإلهية والعبادات في الدنيا ليست منها، ليست حقيرة. يبقى الدنيا إيه؟ خد منها إيه؟ العبادات والأنبياء والأصفياء والأولياء، دول ليهم قيمة. باقي الباقي دي لا تساوي عند الله جناح موت. فهمت بقى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول إيه؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم، مش كده برضه؟ وليست منها فلا تدخل في الهوان. رواه مسلم في الزهد من صحيحه، ورواه أبو داود في الطهارة من سننه. قوله كنفيه أي عن جانبيه. تقدم في المصباح الكنف الجانب، وكان التأنيث باعتبار معنى الجهم. وإحنا نقول كنيف، كنيف يعني إيه؟ يعني جنب كده مستور الواحد يدخل فيه، يسموه كنيف. اللي هي دبليو سي ووتر كلوزت. وأنا رحت المغرب يكتبوا كده كنيف كده على الووتر كلوز، يكتبوها كنيف كنيف كده، واخد بالك؟ احنا نعتبر كنيف دي كلمه يعني سخيفه شويه، لكن هي فصيحه. ها؟ والاسك الصغير الاذن. قال في المصباح: السكك اي بفتحتين مصدر من باب تعب. تعب 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 من باب تعب يعني بكسر ايه؟ العين. وهو صغر الاذنين، وبه يتأيد ما تقدم عن المفاتيح، ويحمل قول مصطلمهما أي ذلك خلقي، يعني عيب خلقي، يعني ما تقولش عيب خلقي، ها؟ عيب خلقي لأنه متعلق بالخلقة. ها؟ لا أن ذلك طارئ بقطعهما كما يعطيه لفظ الاستلام، إذ معناه كما في الصعاق أيضا القطع. ثم رأيت الصعاق قال: السكك بالتحريك صغر الأذن. يقال كل سكاء تبيض وكل شرقاء تلد، يعني كل ايه حيوان ملوش اذن بيبيض. زي ايه؟ الفراخ وزي الطيور. الطيور ليه اذن؟ كل ما يبيض ما ايه؟ اسك، ملوش اذن. طب وكل شرقاء تلد، وكل حاجه ليها ودان تبقى بتولد. ده في عالم الحيوان بقى. فالسكاء التي لا اذن لها، والشرقاء التي لها اذن وان كانت مشقوقه. ويقال سكه يسكه إذا استلم أذنيه انتهى. ومنه يعلم أن العقولي اشتبهت عليه مادة بمادة، فحمل الأسك على أنه من باب المضاعف المضموم العين المفسر بالاستلام، وإنما هو من باب عالمة كما تقدم في المصباح وغيره، فهو الصغير الأذن كما قال المصنف وغيره. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.